ماسيمو داليما نائب في البرلمان ويدير المؤسسة الأوروبية للدراسات التقدمية يتحدث عن المتغيرات التي تعيشها منطقة اليورو وإيطاليا. ماسيمو داليما أهلا وسهلا بكم على أورونيوز. إيطاليا نهاية عام 2011 هزت منطقة اليورو وهي تحاول تحسين أوضاعها ببطء على حساب تضحيات جمة، برنامج تقشف وارتفاع في الضرائب وإعادة تنظيم برنامجي التقاعد والعمل. بالنسبة لكم كيساري، هل هذه هي الطرق الناجعة؟ علي أن أقول أن إيطاليا خطت خطوة هامة إلى الأمام. هذا يعني أن بيرلوسكوني لم يعد في الحكم. هذا خبر جيد بالنسبة لإيطاليا وأيضا بالنسبة لمنطقة اليورو، لأن المسؤولية لا تقع حسب رأيي على إيطاليا وإنما على بيرلوسكوني. لكن ما يحدث اليوم كبرنامج إصلاح سوق العمل في بلد لا يوجد فيه حد أدنى للأجور، إضافة إلى الإعانات المخصصة للبطالة المحدودة وإلى المساعدات الاجتماعية التي لا تقدم بشكل سليم، فهل هذا لا يشكل خطرا داهما؟ المشكلة تكمن في الانقسامات الكارثية الحاصلة في سوق العمل بين العمال الذين يتمتعون بالحماية وبين الشباب الذين يعانون من عدم الاستقرار. لا حقوق ولا حماية لهم. إذن للبرنامج الإصلاحي وجهان، من ناحية تسريح العمال أصبح أكثر سهولة، وفي المقابل حماية أكبر للشباب ومن يعاني من عدم الاستقرار. وبالنسبة لانقسام سوق العمل لا يمكنني أن أقول أنه تم إيجاد حل له، لكن مع الإصلاح من الممكن القيام بخطوة إلى الأمام. إيطاليا أقل البلدان تعرضا للضرر الذي تسببت به الأسواق. مؤخرا ارتفعت تكلفة اقتراض إيطاليا من الأسواق وتعاني من الدين بنسبة 120%، فهل تعتقدون أنها خرجت من هذا المأزق؟ لا أعتقد أنه يجب اعتبار المشكلة أوروبية، فهي ليست فقط إيطالية، وهذا ما يجري في الأسواق الأوروبية في الآونة الأخيرة. لكن إيطاليا تشكل الحلقة الأضعف. طبعا بالتأكيد إيطاليا هي جزء من المشكلة، لكن هناك أمران يجب أخذهما بعين الاعتبار. أولا، إيطاليا بلد غني وثراء الإيطاليين يفوق الدين، وهذا يعني أننا نملك موارد داخلية. ثانيا، لقد برهنا في الماضي مع حكومات برودي وسيامبي واليسار الوسطي، لقد برهنا أنه من الممكن تقليص الإنفاق العام. لقد قلصنا الإنفاق العام 5 نقاط أقل من الحكومات اليمينية دون المس بالحقوق الاجتماعية الأساسية، وبعدها يجب التحضير لحكومة يسار وسطي. العام المقبل ستجرى انتخابات في بلدكم كما في ألمانيا وفرنسا، هل تعتقدون أن تغييرا في التوجه السياسي ستشهده هذه البلدان؟ طبعا بالتأكيد، أعلم أن الأسواق لا تحبذ الانتخابات، ليس كذلك؟ في بعض الأحيان تبدو الديمقراطية عبئا على الأسواق المالية، لكني أعتقد أنه ليست الأسواق من يقرر مصير الشعوب. نعم، أعتقد أنه يجب التغيير وأنه باستطاعتنا أن نغير، فبلدان أوروبا الثلاث الكبيرة فرنسا وإيطاليا وألمانيا تمثل 200 مليون مواطن أوروبي من أصل 330 مليون أوروبي. إنها ثلاثة بلدان لكن لها ثقلها. هذا كاف لقلب الموازين إذ يمكن أن يبقى اليمين مسيطرا؟ هذا ليس صحيحا، لأنه حسب رأيي الأمور في طور التغيير في سلوفاكيا، وهو بلد صغير، فاز اليسار. في سلوفينيا أيضا فاز اليسار. هذا يعني نعم أوروبا كان يسيطر عليها اليمين، ونرى نتيجة ذلك. نحن بحاجة لاستراتيجية أوروبية من أجل النمو، أي استثمارات أوروبية وسندات يورو. ماذا تعني؟ نحن بحاجة إلى ضمانات أوروبية على الدين. هذا لا يعني أنه على كل بلد أن يسدد هذا الدين، وإنما يمكن لقوة أوروبا أن تخفض معدلات الفائدة وأن تحرر الموارد لتحقيق النمو دون إعطاء المال للقيام بالمضاربات المالية. إذن هذا أمر لا يمكن تحقيقه بوجود السيدة ميركل.
أجل، أعتقد أن السيدة ميركل لعبت دوراً سلبياً للغاية بالنسبة لأوروبا. أقول ذلك بصدق، في مواجهة الأزمة مثلت قليلاً أوروبا الجشعة. سؤال عن موضوع آخر. قبل عام 63 شخصا فروا من ليبيا ماتوا من الجوع والعطش على قارب لأنه لم تتم نجدتهم. إيطاليا كانت على علم لكنها لم تقم بأي عمل. هذا ما يقوله تقرير للمجلس الأوروبي متهما حلف شمال الأطلسي. فكيف يمكن أن نترك أناسا يموتون في البحر لأنه لم يتم استقبالهم على البر؟ أعتقد هذا ما قلته في ذلك الوقت، أن سياسة الهجرة التي تبعتها حكومة برلسكوني كانت صفحة سوداء في سجل تاريخنا، إضافة إلى اتفاق عودة المهاجرين غير الشرعيين الذي تم توقيعه مع حكومة القذافي. من الممكن عودة المهاجرين غير الشرعيين، لكن المشكلة قبل إرسالهم إلى وطنهم كان يجب معرفة إن كان هناك لاجئون يملكون الحق في دخول الأراضي. بشكل عام، ألا يوجد تناقض كبير وواضح بين خطاب أوروبا وفي المقدمة إيطاليا والقيم التي تدعي أنها تحملها وبين الطريقة التي تتعامل فيها مع المهاجرين وطالبي اللجوء؟ نعم، أتفق معك. كما أننا بحاجة لمهاجرين، لأننا يجب أن نحافظ على توازن بين الشباب والمتقاعدين. نحن بحاجة للمهاجرين للسنوات المقبلة. المفوضية الأوروبية هي من قالت لنا أننا بحاجة إلى 30 مليون مهاجر تقريبا خلال السنوات 15 المقبلة. أعتقد أنه من الضروري أن تكون لدينا سياسة أوروبية للهجرة، وهذا غير موجود. تتحدثين عن إيطاليا، ولكن هذا الأمر هو مسؤولية مالطا. لم تستقبل أبداً أي مهاجر، وكل ما تقوم به هو تحديد الطريق للوصول إلى إيطاليا. المزيد من التضامن. ماسيمو داليما، شكراً.